كان هو ده على هذا العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين الذين كانوا يعتبرون البلد الذي هو قبلة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بلد يكون فيه الدين لله والوطن للجميع. وأنا شخصيا أناشد أهلي في البلاد العربية أن لا يسمحوا لليهود بالنجاح في هذا المشروع الذي قاموا به، وهو أن يسلطوا الضوء على الخلاف بين في فلسطين على أساس أنه بين اليهودية الدين اليهودي وبين الدين الإسلامي، فالخلاف قومي وهو على الأرض وليس بالنسبة للدين، ويجب أن لا نسمح لهم، لأن الإسلام والمسيحية مشتركة سوية، وخصوصا بسبب كنائس الشرقية التي كانت هنا في بلادنا 300 بعد الميلاد قبل أن تبدأ الكنائس في أوروبا بقرون. كتابي يشتمل على الأوضاع، على حديث واف عن الأوضاع العامة في القدس في بداية القرن 19 وفترة الحكم المصري وعودة الحكم العثماني بعد خروج المصريين من بلاد الشام عموما، وعلى دراسة على الكنائس المسيحية سواء كانت الشرقية القديمة والغربية الوافدة واشتداد المنافسة بينها وقيام النهضة الشعبية الجديدة في أواخر القرن 19.